لينا وفيدة جديدة لعائلة طلبة القانون، فبعد اختيارها الأول للتخصص عبر الأرضية الرقمية الخاصة بوزارة التعليم العالي، اليوم تلتحق بكلية الحقوق بالعاصمة لتأكيد اختيارها. اليوم جيت للماركي في الجامعة، هذه أول مرة نحضر الجامعة، والحمد لله صبت كل الإجراءات الوقائية، كاين التباعد، كاين الجل، كاين احترام، الحمد لله كانت العملية سهلة. إجراءات وقائية لتفادي تفشي كورونا بالكلية تصاحب تنظيم عملية التسجيل قصد التخفيف من الاكتظاظ وتجمع الطلبة، مع تقديم تسهيلات للذين لم يتمكنوا من التسجيل عبر الأرضية الرقمية. قمنا بالإجراءات المتعلقة بالوقاية عبر التباعد الاجتماعي، عبر الملصقات التي تشير إلى التباعد الاجتماعي، أيضا بتوفر أدوات التطهير، وقمنا مسبقا بعملية تطهير المدرجات والقاعات التي سوف يتواجد بها الطلبة للقيام بعملية التسجيل. لينا أتمت عملية التسجيل في مدة تقل عن الساعة من الزمن، أما التسجيلة فما زالت متواصلة على مدار 10 أيام، تفتح فيها الجامعة أبوابها للوافدين الجدد في ظرف صحي استثنائي يحتاج إلى الالتزام بالبروتوكول الوقائي.